Hello, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello and welcome. أهلا وسهلا بكم. اليوم الحقيقة بنتكلم عن شيء متميز جدا، وهو قضاء وقت مثمر مع أولادي من ذوي الحاجات الخاصة. بس عايزين نتأكد أن الجميع يسمع جيدا وينصت جيدا. لحد دلوقتي الحقيقة ما عندناش كتير يعني مشاركين، فيمكن زينب بقى الوحدة، ولكن ما فيش مشكلة. هو السيشنز بيبقى مركز ومسجل، ممكن بعد كده ان احنا نقدر ناخده يعني ونسجله وناخد الناس تاخد التسجيلات. ايه الاشياء اللي احنا ممكن نعملها علشان تساعدنا ان احنا نقضي وقت جيد ومثمر مع اولادي؟ هو الحقيقة سيشن صغير وهادي وجميل كده، ولكن هام جدا ان احنا نعمله. خلينا بس نشوف البرزنتيشن هنا، من ضمن الحاجات اللي احنا دايما بنحب ان احنا نعمل. اول حاجه خالص بنتكلم عليها بخصوص السيشن دوت، وهو قضاء وقت مثمر بعد المدرسه مع افرادي، مع اولادي من لديهم احتياجات خاصه. طبعا هو بيبقى اهم جدا لكل الامهات، امهات كتير بتسال ايه افضل الطرق. الحقيقه اول حاجه عشان اتاكد منها هو نوعيه الوقت. اهم جدا ان احنا نعرف ما هي نوعيه الوقت اللي احنا بنحدده للاطفال. ما ينفعش وقت بعينه، يعني ما تقولش ان انا قعدت نص ساعه مع طفلي، ده ليس كافي ابدا. وجودك نص ساعه مع طفلك ليس كافي ابدا. المساله مش مساله نص ساعه او ساعه، هي مساله ما هي نوعيه الوقت الذي تقضيه مع الاطفال. فبس ناكد شويه كده ونحط خطين تحت كلمه النوعيه وليس الكم، الكيف وليس الكم. طيب ايه هي الاشياء اللي انا ممكن اعملها علشان اساعد طفلي؟ اكتر حاجه بعملها في الوقت هو زي ما بيقولوا التواصل الفعال. يعني ازاي اقيس التواصل الفعال؟ ان انا اسال نفسي عدد من الاسئله بعد ما يوصل ابني من المدرسه. هل استمعت الى ما دار في يومه؟ هل سالته عن مشكلاته في هذا اليوم؟ هل سالته عن افضل شيء حدث وحصل لهذا اليوم؟ هل سألته عن بيسموها الهايلايتس اوف ذا داي، ايه افضل الاشياء اللي حصلت في اليوم بتاعه علشان يقدر يحكي لي عليها؟ ايه اللي يميز اليوم؟ دايما في التواصل الفعال اسال وات كويستشنز، ما اسالش يس اور نو. يعني لو انا عايز افتح كلام مع الطفل بعد ما يرجع من المدرسه، وده يمشي مع جميع الاطفال مش شرط اطفال ذوي الحاجات الخاصه، اسال وات كويستشنز. يعني ايه وات كويستشن؟ يعني اسئله فيها كلام. اقول له عملت ايه النهارده؟ مش رحت المدرسه؟ هيقول لك ايوه. اتبسطت النهارده؟ يقول لك ايوه. الاطفال كساله بشكل عام. فاذا في التواصل الفعال اسال نفسي عدد من الاسئله، واهم حاجه في التواصل الفعال هو الوات كويشن. ده وات كويشنز هي منين الاسئله اللي فيها سرد وليست اجابه نعم او لا. طيب كمان من الحاجات اللي انا ممكن اعملها مع طفلي حاجه اسمها الروتين، يعني خلق روتين معين. اذا كان لدي ثلاث اطفال من ضمنهم طفل ذوي الاحتياجات الخاصة أو بغيره، بمعنى أصح بخصص لكل وقت وقت. لو كان طفلي بيرجع من المدرسة الساعة 3:30 وأنا برجع من المدرسة الساعة 4 وبنتغدى أو غيره، وبنريح مثلا من الساعة 6 للساعة 8:30 إذا كان ده وقت واجب أو غيره، هام جدا إن أنا أعمل روتيشن. يعني أنا أنجبت أطفال في الحياة، فهم جدا إن أنا أعمل روتيشن وإن أنا أبدأ إيه أقضي وقت معاهم. فأعمل إن 20 دقيقة مع أحمد، 20 دقيقة مع صلاح، 20 دقيقة مع شمة، 20 دقيقة مع سعاد، وهكذا. ليه؟ لأن الروتين بيبقى أهم جدا إن أنا أعمله. وأهم شيء اللي في الروتين بتاعي ده إن أنا أشوف ماذا أفعل في هذه ال 20 دقيقة. إذا كان أحمد يحب الرسم، فالمفروض إن ال 20 دقيقة دي إن أنا أعمل معاه رسم. إذا كانت سلمى تحب الحديث عن يومها وترانت زي ما بيقولوا، إن أنا أعمله. إذا كان صلاح يحب يعمل الصلصال، فان انا بعمل 20 دقيقه فقط كأم فقط او كأب ان انا اعمل برودكتيفيتي. طبعا الكلام دوت مش اي كلام، هو هام جدا ومدروس. ان انا لو انا عملت، لو عندي ثلاث اولاد وخصصت 20 دقيقه، يعني ساعه زمن، بدل ما بقى انا قاعده بلعب في التليفون وهم قاعدين كل واحد على الايباد بتاعته او كده وما اعرفش عنه تفاصيل. لا، هام جدا ان انا اعمل روتين واشوف في الروتين ده ايه الاشياء اللي الطفل هو نفسه بيحبها، مش مساله حد تاني. كمان بغير الادوار. يعني ايه تغيير الادوار؟ يعني دايما بقلب الدور، اقول انت ابي وانا الطفل، او انت امي وانا الطفل، مره كده في الاسبوع ولا بتاع، وابدا اشوف. بيعمل لي ريفليكشن كتير جدا. من ضمن الوقت المثمر اللي انا بقضيه مع اولادي ان انا لما بعمل كده معاهم
ان انا باختصار شديد جدا ان انا بيعمل لي ريفلكشن. ايه هو الريفلكشن اللي بيعمله؟ ان الطفل بيبدأ يوريني ازاي انا بحكم عليه، ازاي ان انا الطفل دوت بقدر احكم عليه، وبيشوفني ازاي، هل يراني متسلطة، هل يراني انسانة اوكي، هل يراني انسانة يعني شديدة، وهكذا. هام جدا جدا ان هو الطفل ان هو يشوفني ازاي، مهم جدا ان انا اعمل كده، لان بصراحة اذا لم يعرف الطفل ازاي يتعامل معايا من خلال لعب الادوار، مش هيقدر ان انا اقضي معاه وقت مثمر. امثله على قضاء وقت مثمر في حاله الطفل، مثلا اقول له اذا كنت انا انت الام وانا نجلاء مثلا، في الحاله دي ايه اللي انا ممكن اعمله؟ في لدينا هنا كويشن، افتكرت كويشن ولكن مش كويشن. طيب بعد كده كمان غير ان انا بعمل كده، بس انا بقول حكايه التخصيص. التخصيص بقى حقي الحقيقه، بقسم ما بيني وما بين زوجي او ما بين حماتي او ما بين الشخص اللي متواجد معايا في المنزل وقت لكل طفل، مش عشان انا اخد الطفل ده اسحبه 20 دقيقه علشان اعمل له حاجه الاطفال التانيين يبقوا مهملين او ما اخدش بالي منهم، لا، بنقسم العمل ما بيننا وبين بعضينا، ان نتاكد ان الاولاد صاحيين، ان ده وقتهم الخاص بيهم، ان انا اتفرج على مسلسل تركي او ان انا اروح اعمل حاجه او ان انا اترك الطفل للخادمه، انا ما اعتقدش ابدا ان ده يكون وقت مخصص. التخصيص يعني حضرتك تدي من وقتك للطفل ده ان شاء الله 20 دقيقه، ما بتكلمش ابدا في الكوانتيتي، في الكم، انا بتكلم في الكيف، ان شاء الله 20 دقيقه بس متواجده معاه، تقولي له ماذا تحب ان اعمل معك في هذا الوقت. والله اذا كان الطفل عايز ياخد البايسكل او السيكل ويطلع بره في فناء الفصل، اعمل لنفسي أو البيت، اعمل لنفسي وقت ان انا اروح. اذا كان عايزني اتفرج عليه يقول لك بصي ماما بصي، طبعا الانجاز، تخصيص الانجاز ده مهم جدا، يحب الاطفال ان يشاركوا انجازاتهم. لقضاء وقت مثمر مع الطفل هام جدا ان انا اشارك معاه انجازاتي. اذا لم اشارك معاه انجازاتي الحقيقه الاطفال كتير بي 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 ما بيلاقيش، بيعدي الاوقات، واحده تقول لك طب انا مش عارفه الوقت بتاعي مثمر ولا، هقول لك بعد كده كيف نقيس استثمار. فلحد دلوقتي هام جدا ان احنا نعرف ايه الاشياء اللي احنا بنعملها. التواصل الفعال، التواصل الفعال يعني اسال نفسي عدد من الاسئله، الروتين، اخلي يوميا في روتين 10 دقائق او 15 دقيقه بيني وما بين الطفل، ان انا اقدر اعمل معاه الحاجه اللي هي مثمره بالنسبه له، حتى لو كانت تافهه وانا شايفه انها مش اوكي، لكن يجب ده وقته لازم احترمه. انا دايما اقول انت انجبت طفل للعالم، انت مسؤول عنه. تغيير ادوار، العب الادوار، انت ماما وانا نجلاء، انت انا شمه وانت فلانه، علشان لو موزه او احمد بدا يقول لك عن شعوره وهو بيمثل دور الام، اكيد ده هيديك ريفليكشن مختلف خالص تماما. غير اتذكر مره ان احنا لما عملنا موضوع في اللعبه دي، يعني انا اولادي مره عن موضوع لعب الادوار، استفدت كتير جدا على المستوى الشخصي، لان هو بيطلع لك الحاجات اللي انت بتعمليها، زي اعمل يا ولد ورتب اوضتك. انا طبعا همي يضحك وهمي يبكي، يعني قعدت اضحك شويه، ولكن من جوايا واو، هو ده فعلا الحقيقه شكلها كده، ان انا طول الوقت ان انا عماله اوردر واعمل اوامر، ودي واغسل يدينا، شممني ايديك، اقعد، مش عارفه ايه. كمان من ضمن الحاجات اللي في لعب الادوار، لو انت حابب ان انت او لو انت حابه ان انت تحسبي، جميل جدا ان انت تحسبي عدد المرات اللي هو لما يجي هو يعمل دور ان هو ام معاكي او اب، عدد المرات اللي هو بيقول لك فيها اعمل، سوي، اغسل، هات، حط، رتب، اطلع، انطق، تعالى. دي بيسموها الاوردرز، الاوبيدنس، الحاجات اللي هي فيها طاعه. فمن ضمن الحاجات جدا ان لو في مسبحه او حاجه بتعدي عليها، لو عديتي عدد المرات اللي يقول فيها الطفل اعمل الشيء الفلاني، ده معناه ده ريفليكشن عن حضرتك بالظبط، حضرتك انت اللي بتطلبي من الطفل ده الاشياء دي كلها. فده في تغيير الادوار. وطبعا اخيرا زي ما انا بقول، التخصيص هام جدا جدا، ان انا اخصص لكل طفل وقت معين، لان الوقت دوت بيبقى هام جدا ان احنا نعمل. احدد الهدف والطفل اولا، دايما بقول دوت حتى في حاله المدرسه، ايه تحديد ايه الهدف من الوقت المثمر؟ هو الوقت المثمر، اقعد كده مع نفسي اقول هو انا عايز اعمل ايه علشان اقضي وقت مثمر، اقول انا عايزه اطلع من الطفل مثلا يتعلم يكتب. طب خلاص، يبقى انا ممكن نجيب لعبه ونقعد انا وهو وبنمشي، بالذات اطفالنا من ذوي الحاجات الخاصه الكتابه كتير والقراءه بتبقى تحدي بالنسبه لهم، اجيب ورقه واسطرها واكتب فيها نقط ونقعد مع بعض نعمل حرف الباء، وافضل لا اكل ولا امل، لان انا عندي هدف والهدف ده هو تعليم طفلي حرف الباء. اذا كان الهدف سلوكي ان طفلي يرد السلام عندما حد يقول له اهلا وسهلا بيك، يبقى اذا اقعد اكتب انا ما هو الهدف، ان يتعلم طفلي ان يرد السلام. يبقى اذا عشان يكون وقت مثمر هعمل لعبه
معينه، هجيب العروسه مثلا بتاعتي اقول لها يا عروسه انت كلمي العروسه دي، تكلمي العروسه دي، انت ما بترديش ليه؟ تقولوا عليكم السلام. لا، لازم ترد التحيه. يبقى اذا انا بحدد الهدف وبناء عليه ببدا اعمل ايه الحاجه اللي هعملها في الوقت المثمر ده علشان تحقق الهدف. اذا لم تحددي او تحدد الهدف، اذا حضرتك هتفشل تماما في قضاء وقت مثمر، يعني هتفضل قاعد كده ما بتعملش اي حاجه، بتتفرج على الطفل وهو بيلعب الايباد وبتحمد ربنا ان هو ساكت عنك. ما ينفعش. قضاء الوقت المثمر يجب ان يتطلب هدفي، اذا لم يتطلب هدف احنا مش بنعمل. زي المره اللي فاتت لما اتكلمنا كتير عن افضل الامور في الخلاصه، مثلا عن قضاء وقت العمل مع المدرسه، كمان بعمل مع المدرسه على قضاء وقت مثمر. بسال المدرسه عن ايه هي الاشياء، اكتر الاشياء اللي تساعد في قضاء وقت مثمر. مثلا واحده قالت لي ان والله ابني بيحب الموسيقى، فاذا انا لا اجيد الموسيقى ولا اتعلم اله، يبقى اذا اشوف افكر طب هو انا ازاي، هل هعلمه اله موسيقيه ولا هل هشتري اله موسيقيه، هل هتعلم معاه اله موسيقيه. اتكلم كنت مع الحقيقه واحده كان لديها طفل كان عنده هاي فانكشن اوتيزم، يعني عنده توحد عالي القدرات. طفل كان كتير بيتكلم وبيبدا يتاك وكده، ولا انا عايز اتعلم ياباني. الطفل يمكن عنده 8 سنين او 9 سنين، هو بيتفرج على حاجه اسمها الانيميز وهي باللغه اليابانيه، فهو مش عايز يشوفها مترجمه، هو عايز، يعني هو قارئ جدا وجيد جدا وشاطر وهاي فانكشن، بس عنده احتياجات خاصه، عنده توحد. فهي عمرها ما كانت مهتمه بالياباني، فبتقول لي ايمان انا مالي ومالي الياباني، نعمل ايه بالياباني ده؟ قلت لها والله انا مش شايفه انه هيخسر، يعني انت لو هتقضي معاه 20 دقيقه او 20 دقيقه دول هتقدري تساعديه فيهم بان هو يعمل حاجه، انا مش شايفه ان هو هيخسر. فساعات بعد كده فوجئت لقيت نفسها انها عاجبها جدا الموضوع، بتقول لي انا بعد كده كملت ورحت ليفل 3 وليفل 4. فيعني اوجد بعض الاشياء التي يستطيع طفلك ان هو يتعلمها بحيث ان انت تساعده بيها. قضاء وقت مثمر يجب ان احنا كمان نشوف فيه حاجه بنسميها التايمنج. يعني ايه التايمنج؟ يعني من ضمن الحاجات ان التايمنج اللي انت تعمله تكريت سبيشال نيتشر، يعني خلي الوقت بتاعك يحمل ذكريات طيبه. يعني ايه يحمل ذكريات طيبه؟ يعني الوقت بتاعك ما يقترنش بعقاب، يقترن بيه بوزيتيف بيهيفير. يعني امسك الطفل وهو عامل حاجه كويسه وقول له انا هكافئك لان انت حطيت الورق في الزباله، انا هكافئك ان انت خدت بالك من اخوك الصغير وما وقعش، انا هكافئك ان انت ساعدتني اليوم وجبت لي التايبر لاخوك الصغير، انا هكافئك ان ما فيش شكوى منك في المدرسه لمده اسبوعين، بحيث ان انا هقضي معاك وقت. كيف اقضي هذا الوقت؟ انا اعتقد ان هام جدا ان احنا نعمل حاجه زي كده، لان هو بيسموه ان انا بشرك الطفل في هذه الحاجات. دايما بيقولوا tell your child you love him. طبعا الناس بتقول لك اه فعلا، يعني ايوه كونستنتلي الاطفال من ذوي الحاجات الخاصه وجميع الاطفال عايز دايما يسمع كلمه انا احبك، انت مهم، انا اهتم بك، قلها وقليها يا سيدتي. يعني الموضوع دوت مش موضوع اي كلام ولا حاجه ان هي مش ظريفه ولا حاجه. اتذكر في احدى القريبات كنت بيا ولادي في بريطانيا، واحدى القريبات مره جت قالت لي هو انت كل شويه بتحضني ولادك كده ليه؟ فانا قعدت اضحك، قلت طب وليه لا؟ يعني لماذا؟ الحضن ده طاقه ايجابيه جميله جدا. طبعا احنا في الكورونا عندنا مشاكل في الموضوع ده دلوقتي، ولكن احضن ابنائك، قل لهم انك تحبهم، قل لهم انهم مهمين وانا سندك وانا في ظهرك. اذا كان الطفل من ذوي الحاجات الخاصه ولا يتكلم بالمره وعنده مشكلات في التواصل، ضمه اليك، بيسموه حتى كوزي كادل. حتى لو حبيت تعمل معاه الواجب يقول لك ريد ان كوزي كادل. القراءه في حضن الام مؤثره اكتر من القراءه العاديه، فجام اهم جدا ان احنا نعمل كده. بيقولوا ميك ميلز اند ايت ميلز وذ يور تشيلدرن. من ضمن الحاجات اللي تعملها عشان قضاء وقت مثمر ان انت تاكل مع اولادك وتعمل الاكل مع اولادك. فطبعا دايما اقول العجين، اذا كان العيال كلهم بيحبوا يلخبطوا في العجين، اذا كان الطفل عنده مشكله في العجين هام جدا جدا ان احنا نحاول ان احنا نخليه يمسك العجينه بايده. انا النهارده هعملي حاجه من ايديكي، واخده مسمار بوندنج، خليه يقطع معاكي اذا كان بسكينه بلاستيكيه، لو قطعتي انت الطماطم وهو بيقطع الخيار خليه هو يقطع الخس او الجرجير اللي مش هيعمل له مشكله. اصنعي شيء انت وهو وقولي ده البرودكت بتاعنا، انظر ماذا فعلنا، انظر ماذا صنعنا. بيسموها ذا توجذرنس، ان احنا الاثنين عملنا شيء مع بعضينا. هام جدا ان احنا نعمل كده، فدي ايضا من ضمن الحاجات اللي احنا بنعملها. زي بيقولوا ميك ميلز اند ايت ميلز وذ يور تشيلدرن. كمان سكادجول تايم فور دوينج ذا اكتيفيتي تشايلد تشوزنج. مره هقول انا هنقضي مع بعض 3 مرات في الاسبوع من الساعه 6 الى الساعه 6:30 بار، زي المسلسل، زي ما بيجي المسلسل كده وحضرتك بتحفظ مواعيده وبتستناه، اعمل او اعملي لابنك وقت كانه مسلسل، ان انت تفضلي قاعده مستنياه ومهتمه بيه
ويبقى الوقت ده ما يتغيرش، بيسموه doing the routine. When you do the routine it's very very helpful and effective بصراحة. فإذا ده الحقيقة بعض الأشياء. طبعا أنا لو عليا كتير يعني نفس المشاركات دي اللي احنا بنشاركها في حاجات كتيرة، لو عليا إن أنا كتير إن أنا أقول لكم في يعني في الخلاصة مثلا من ضمن الحاجات اللي احنا بنكلمها، إن الناس كتير قوي قوي ما بتعرفش يعني إيه وقت مثمر. ده قياس الوقت المثمر بقى، كيفية قياسه هام جدا. إن حضرتك تيجي تقيسه اسأل الطفل حلو اوكي، حتى لو كان عنده احتياجات خاصة شديدة ده اوكي، يقول لك حلو قوي فن، ذس از فن زي ما بيقولوا. اطمن، اعمل تشيك ان الاكتيفيتي اللي حضرتك وجعت قلبك بيها او وجعتي قلبك فيها لمدة 20 دقيقة وجدتي ان هي هامة ومهمة للطفل الحقيقة، وان هو مستثمر ومستمتع منها. اكتب في كراسة او اكتبي في كراسة صغيرة جدا ازاي ان الاطفال استفادت من هذه الخبرة، ايه الوات وركت اند وات ديدنت، ايه اللي اشتغل وايه اللي ما اشتغلش. اشتغل اليوم ان انا عملت صلصال مع ابني، لقيت ان انا بوندنج، لقيته بيكلمني وهو بيعمل الصلصال، بتكلم بصوت هادي حتى لو انا عايز استقي منه معلومات عن المدرسه وعن يومه. اللي حصل النهارده فعلا والله فلان عمل ايه، واو لو اعرف ان في مشكله معينه. ولكن هم جدا ان هو في الوقت دوت ان انا استقي منه المعلومه واحنا بنعمل اكتيفيتي هو يحبها. دي من ضمن الحاجات. طبعا في تيبس كتيره جدا 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 ليه حاجات احنا بنعملها للاولاد عن طريق كده، ولكن بيسموها الانتجريت ذا توجذرنس، يعني دايما دايما اكد على توجذرنس. من ضمن كمان الحاجات ان هو الطفل يبقى مراقب ولكن مش مراقب، بيسموه الفانتوم تايم. يعني ايه الفانتوم تايم؟ فانتوم اوبر الشبح، يعني ان انا بعمل وقت اراقبه فيه ولكن كمان بادسله بعض النوتس. ممكن لو الطفل مثلا اذا كان عنده توحد او عنده داون سيندروم بيحب حاجات الفيجوال، احط له كارت فيه قلب او انا احبك واحط له في قلب اللانش بوكس بتاعه بعد قضاء الوقت المثمر ده. اعلق له نوت على النايت لامب بحيث ان هو لما يجي ينام يلاقي حاجه من ماما، اما يفتح الثلاجه علشان بيدور على حاجه معينه ممكن الاقي قالب مثلا من الحلوى او من الشوكولاته انا حطها له وكاتبه انا احبك، او لو كان نون فيربال او ما بيكتبش ممكن احط عليها علامه. طبعا كتير جدا بنتكلم عن التقبل، وان الحب والتقبل كتير يعني بيؤدي الى نتائج افضل، حتى الحب والتقبل بين الطلاب. يعني ممكن جدا بننصح المدرسين دلوقتي كتير ان هم بيستخدموا بيقول عليهم كواليتي تايم بين الطلاب. وطبعا مش هوصي على البوزيتيف بيهيفير ابروتش، ان هو ازاي ان انت تكون بتساعد الطفل عن طريق انك تمسكه وهو بيعمل معاك الاكتيفيتي، بيعمل حاجه كويسه وتمدحها وتثني عليه. ده الحقيقه كان يعني كان الشيء اللي احنا عايزين ناكد عليه. انا بحب ان انا اطرح المجال لاسئله، اذا كان حابب ان هو يسال اسئله وانا تحت امركم في اي اسئله، واتمنى ان الناس تسال كتير عن الموضوع ده لانه وقت مميز يعني وجيد يعني. فايه الشيء اللي انا اقدر اساعدكم فيه؟ ممكن نعمل انسر لايف عن طريق الكويشن اند انسر، ممكن نسال فيه عن طريق الشات بوكس يعني. ايه الشيء اللي احنا ممكن نقدر نساعد فيه؟ Any questions؟ اي اسئله تحبوا تشاركوا بيها؟ اي استفسارات؟ اخت فاطمه حضرتك موجوده معانا بقالك فتره، بس انا مش عارفه اذا كان الموضوع دوت مثمر ولا اكتر، حضرتي معانا اكتر من مره، وزينب لانها طالبتي فحضرت معايا اكتر من مره. اقدر يعني استاذن انا ممكن اعمل لك انميوت؟ مش عارفه. Allow to talk، ما حد موجود معنا في الغرفة. Allow to talk، تحب حضرتك تتواصلي معنا تقول لنا إذا كان في الموضوع ده؟ تفضلي. أهلا وسهلا دكتورة. أهلا بيكي، أقدر أساعدك في إيه؟ أنا سعيدة أن حضرتك حاضرة معنا، أقدر أساعدك. شكرا لك دكتورة. عندي ولدي عمره سنتين. أيوة. وأخو صغير عمره 11 شهر. أوكي. فدايما بدا يغار وبدا يضرب اخوه وايد. فانا يعني على قد ما احاول ان انا يعني اقضي وقت معاه واكلمه واهتم فيه، يعني ما احسس انه يعني لما يا اخوه بالاختلاف، لكن هو يعني بعدها يضرب اخوه. يعني بصي بقى، احسن حاجه نعملها في الموضوع ده هو بيسموه اعطاء المسؤوليه. طبعا هو سنتين لسه صغير حبيبي، برضه هو عنده طبعا غيره واضحه وده طبيعي،
لازم تخصصي وقت انت طبعا طول الوقت كأم قاعده مع الطفل، صح ولا لا فاطمه؟ مش كده؟ معظم الوقت هي لا، انت محتاجه ان انت لو عندك مساعده في البيت او لو عندك حد يقدر ياخد منك الطفل لمده ساعه واحده بس حتى لو كان نايم، هي الوقت ده وتقولي له ان ده انا وانت، وقتي انا وانت، شو نسوي؟ وحاولي ان انت تدي له الخيار في ان هو يعمل. طبعا هو اللي عنده سنتين دوت عاده بيقاد، يعني مش هو اللي بيألف وعايز ايه. هي هي حاجه يبقى اول حاجه تعمليها دايما في الحالات زي دي ان انت تعملي وقت مخصص ليه، هو تخصيص، وتفهميه ان ده وقته، ان انا ده مش وقت حمد. الطفل الثاني اسمه ايه عزيزتي؟ سلطان. سلطان. يبقى سلطان الصغير البيبي، صح؟ ايه لا، انا مش وقت سلطان، ده اسم ابنك انت اللي عنده سنتين، اسمه سيف ايه؟ سيف سيف. انا سيف، ده وقت ماما وسيف. ونبدا نكتب بقى، اذا كان سيف بيروح الحضانه بنبقى مثلا نكتب على الثلاجه ده ماما وسيف مع بعض، نجيب ورقه وقلم ونرسم هادي ماما وهادي سيف، ونعمل قلوب وحاجات جميله وناخدها ونحطها في غرفه سيف، لان ماما تحب سيف. طبعا الاطفال في سن سنتين فيري فيجوال يا فاطمه، يعني يتعلموا بالعين، ما يتعلموا كتير، بيدخل الكلام من هون وبيطلع من هون. اوكي فانت تعودي ان هو يكون فيجوال، تشتري طيب حاجه معينه وتقولي له لما تلاقيه امسكيه وهو بيعمل حاجه كويسه، ما تركزيش على ان هو بيضرب اخوه، امسكي ايوه وهو بيعمل حاجه. يبقى اول حاجه نعملها تخصيص وقت بينك وبينه. تاني ايوه حاجه تعمليها يا فاطمه ان انت غير التخصيص، ان انت طبعا كميه حب مش دلع، حب غم جدا تغمديه بيه وتقولي له ان انا بحبك، البيت تايم ستوري، ساعه النوم، ساعه خلوده للنوم، وات ايفر يو دو، انا ما اعرف عن حياتك، ولكن هم جدا ان ساعه خلوده للنوم تكوني موجوده معاه. الطفل البيبي ما تقلقي عليه دلوقتي، مش هيفتكر اي حاجه من دي، لكن السنتين ده هيفتكر، فاهمه انت ازاي؟ طيب فهام جدا ان انت تعملي حاجه زي كده. غير كده كمان يا عزيزتي، غير التخصيص وغير الوقت الكواليتي تايم وغير الحب والاغضاب عليه، ان انت تدي له المسؤوليه. يعني ايه؟ وانت بتغيري له الدايبر بتاعته خلاص، قولي له سيف هات لي البامبرز، سيف شوف احنا نسوي نعمل ايه، سيف تعال معايا عشان نملى البوتل اذا كان ابنك بيرضع صناعي وبياخد حليب. اوكي فتقولي له تمسكي ايد سيف وتقولي له 1 2 3 شيك، وبعدين تحسسيه بالانجاز الكبير جدا ان هو اول ما يعمل البوتل، لان هو سيف اللي هيؤكل ويطعم مين؟ سلطان. فيبدا اوكي يحس بالحنان ويحس بالمسؤوليه، ويبدا بعد كده يعرف ان هو مهم جدا في حياه سلطان. هو حاليا حاسس بايه؟ اعكس الصوره، هو حاسس ان هو مهمش وان هو ملوش قيمه وان الدلع كله والاتنشن كله على البيبي الجديد. انت ليه بالصوره دي هتحسسيه ان هو مهم ومسؤول ومقدر، وكمان بيشارك في تربيه اخوه. اوكي شكرا دكتورة، شكرا شو جزيلا. رايك؟ مناسب الاجابه دي؟ ان شاء الله بحاول، يعني بحاول جهدي اسوي هالاشياء والتزم فيها. طيب خلاص، انا شفت هنا اللي انت كاتباه هنا، الافكار ايه جميله ايه رائعه. زينب بتقول دايما شيء على حساب شيء اخر، هل عدم القدره على التواصل مع الاقرباء بسبب تخصيص الوقت فقط لاولادي ونشاطاتهم الرياضيه هو الاهم؟ انا ما اعرفش عنك يا زينب، ولكن دايما اقول اولادي اهم من كل حاجه، القريب. يعني انا عارفه ان انت اكيد بتهتمي بوقت معين، ولكن يا عزيزتي الطفل هام جدا ان يعني على قد ما تقدري ان انت تساعديه. لا يعني ابني اهم من اي حاجه في الدنيا، واولادي اولا، ثم بعد كده ياتي العالم اخر، يعني فاهمه انت ازاي؟ كله يعني اولادي اولا، ولكن ياتي العالم. فطبعا الاجابه على سؤالك كده. طيب في اي اسئله او استفسارات؟ طبعا هو يعني بيسموها حقن صغيره كده، ان احنا بنديها لكم علشان نقدر ان احنا نساعدكم فيها، يعني حاجات صغيره وريشات مش ورشه يعني. في اي حد عنده استفسار او سؤال قبل ما نختم؟ انا سعيده جدا جدا، وان شاء الله باذن الله نشوفكم في حلقات اخرى. اتمنى يا زينب ان انا اكون جاوبت لك على سؤالك، ولا ما جاوبتش؟ لا شكرا، ميرسي كتير دكتورة، أكيد أكيد جاوبت دايما انت ما ما شاء الله. عندكيش اطفال من ذوي الحاجات الخاصه، بس هو بيساعد في جميع الاطفال، يعني جميع، جميل ان انت تجاوبي. الحمد لله، أنا ابني عنده نقص بالتركيز وهيك، فيعتبر جود يا حبيبتي. خلاص ان شاء الله اشوفكم جزيلا، ومتشكرين جدا جدا جدا، واشوفكم بالف خير، وان شاء الله نشوفكم على خير. مع السلامه وفي حفظ الله. شكرا دكتوره. شكرا. مع السلامه. بالعكس يا فاطمه، انا شفت اسمك اكثر من مره، فقلت دي اكيد واحده مهتمه والله. شكرا لك. لا والله، ويا ريت تبقي تعرفي الناس على لان ده فري ورك شوب، يعني موجود للناس، يبقى جميل ان هم. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك، يعطيك العافيه. مع السلامه. مع السلامه. ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو فيري ماتش.
Thank you, Hara. I will leave now just to finish and we have a nice discussion. Thank you. Okay, thank you very much. No problem at all. Thank you. Bye-bye. See you on the 4th. All the best. Bye-bye.